ترى راح نحكي عن شيء اسمه سبيد فيدباك، بستعمل سبيد فيدباك. خلينا نطلع هذا السيستم، هذا ليش بذكركم هذا البلوك دايجرام؟ فلاي ويل وفي روتيشنال دامبر اللي هي تكررت اكثر مره. كنا كان عندي هون شافت والشافت هون بلف على تو بيرنجز، عندي هون فلاي ويل وعندي هون روتيشنال دامبر. الكوفيشنت تبع روتيشنال دامبر بي والانرشا من كيلوغرام متر متر سكوير تبع الانرشا اي، هذا البلوك دايجرام تبعها. على هذه بهذا الشكل بدون الاس الموجوده هون، شو الاوتبوت تبعها رح يكون؟ اوميجا اللي هي السرعه. اذا بعمل تكامل للسرعه شو بتعطيني؟ بوزيشن. واذا بدي بحطها هون اي ثيتا اس. عشان اتحكم بهذا السيستم عملت يونيتي فيدباك وركبت هون بروبورشنال كنترول. رح نعرف نطلع الترانسفير فانكشن الكليه، مش هيك؟ شو بتصير الترانسفير فانكشن الكليه لهذا السيستم؟ بس رح يطلع معي ها كي على ساينس سكوير زائد بلس تي اس بلس كيو. تقدر تتاكد منها اذا تضرب هاي في هاي شو رح يصير عندي؟ رح يصير عندي كي على اس في اي اس او اي اس سكوير بلس بي اس. وبعدين لما بعمل اللوب من هون جي اوف اس على واحد زائد اتش جي اوف اس، اتش هون اتش اتش اوف اس بساوي واحد، رح يصير عندي هاي هي الترانزفير فانكشن النهائيه تبعت هذا السيستم. هلا هذا السيستم من هون اذا بدي اطلع منه مثلا اوميجا ان، قديش اوميجا ان سكوير بتساوي من هذا السيستم؟ لا انتبهوا، شو الشكل اللي لازم اقارن فيه حتى اعتقد حتى اقول انه هاي هي اوميجا ان سكوير؟ لا في شكل، في مشكله على ان، على ايش؟ على اي الانرجي، على اي، على اي هذا يساوي كي على اي اس سكوير زائد بي على اي اس زائد كي على اي. قارن هذا الشكل الان بالشكل اوميجا ان سكوير على على اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير. هذا ما بقدر اقارنه بهذا، بس هذا ما بقدر اقارنه بهذا. ليش؟ المعامل هون اس لازم يكون واحد، معامل اس هون مش واحد. الان هذا بقدر اقارنه. هلا هون وين قديش اوميجا ان سكوير؟ كي على اي. اذا هون عندي اوميجا ان سكوير بتساوي كي على اي، او اوميجا ان بتساوي جذر كي على اي. وبعدين عندي بدي اطلع زيتا من هون 2 زيتا اوميجا ان، معامل اس هون شو بيساوي؟ بي على اي. اذا 2 زيتا اوميجا ان بتساوي بي على اي، لكن احنا عارفين اوميجا ان. اذا هون زيتا بتصير عندي بتساوي بي على 2 اي في اوميجا ان مقسوم على اوميجا ان، مش هيك؟ اوميجا ان اذا مضروب في اي على في اي على كي تحت الجذر. بتقدر تبسطها هذه، بامكانك تدخل بتصير هذه بي على 2 اي في كي. هلا زياده كي شو راح تعمل عندي؟ متذكرين عملناها احنا هون لما نبدا اغير هذه كي كانت هون تتغير عندي انفينيتي. بديت ازيد كي، شو راح يبدا يصير عندي هون باوميجا ان وزيتا؟ خلينا نطلع على اوميجا ان. اذا بتزيد لما بزيد كي شو راح يصير باوميجا ان؟ راح تزيد معي. اوكي هاي اول شيء. الشيء الثاني اذا بتطلع هون على زيتا شو راح يصير بزيتا لما بزيد كي؟ راح تقل. ولاحظوا على فكره حاصل برضه زيتا اوميجا ان قد ايش راح يصير فيه؟ بي على 2. وين 2 زيتا؟ 2 زيتا اوميجا ان شو بتساوي؟ بي على 2. هل بتعتمد على كي؟ لا. اذا حاصل ضرب زيتا في اوميجا ان شو راح يضل؟ بيلغي كونستانت. مين راح يزيد؟ راح يزيد اوميجا ان، ايش راح يصير في زيتا؟ تقل. اذا هاي لما رسمناها المره الماضيه تتذكروا بدينا احنا في تو بولز هون، نفترض انه السيستم كان اندر دامت، هي زيتا اوميجا ان مضبوط؟ وهي اوميجا ان وزيتا بمثلها في بيتا هون مضبوط؟ اذا كل ما زدت كي ايش رح يصير معي؟ اوميجا ان رح يزيد طولها لانه رح يتحرك هيك بتزيد، زيتا رح تقل لانه بيتا زادت فزيتا رح تقل، لكن زيتا اوميجا ان طول الوقت رح تضلها كونستنت. فهذا رح يتحرك من هذا الاتجاه، هذا يتحرك بهذا الاتجاه with increasing k. يعني كي لما تزيد معي تتحرك بهذا الشكل. ماشي واضح؟
اذا انا بزياده كي شو بقدر اعمل؟ بقدر اخفف الدامبنج، بقدر اخفف الدامبنج تبعت السيستم، واذا خففت الدامبنج تبع السيستم شو عماله بصير؟ لما ينزل الدامبنج تبع السيستم شو بصير؟ الاوفر شوت، بزيد الاوفر شوت، مش هيك معي؟ لكن اوميجا بتضلها كونستنت. طب هلا هون سؤال، لو انا بدي اخفف الاوفر شوت شو ممكن اعمل؟ بقلل بقدرش اقلل كي ها؟ ما بقى يعني انا هون انا بادي اصلا من هون اي زياده كي بقدرش انزل كي يعني لو ضليت زدت نزلت هي راح يرجع عند السيستم يكون له في 2 كورز هون ما راح ينفع لي. هلا في طريقه ثانيه اسمها سبيد فيدباك. سبيد فيدباك انا عم بحط خط ثاني خليني اثبت الان كي راح اثبت كي على قيمه معينه فراح يصير عندي السيستم هذا خط ثابت هي ترانسفير فانكشن تبعته هاي كي كونستنت هلا راح اخليها كونستنت راح احط الان كي كونستنت وصلت انا عند نقطة معينة بالكي معينة خليني اشيل هذه من هون واشيل هذه من هون وهون كي كونستنت وهون كي كونستنت هلا عندي النقطة هاي بدي احاول انزل ازيد الدامبنج واصغر بيتا الطريقة اللي بعملها باخذ سبيد باخذ فيدباك من السبيد مش هاي السبيد هون وسبيد فيدباك في عندي فيرب راح اسميه كي اتش اللي عملناه هون احنا رحنا جبنا هلا لسه الفيدباك الاصلي تبع الفيرب احنا بنتحكم بزيتا على فكره هون مش اوميجا احنا هون عمال بنتحكم بزيتا لكن في عندي هون طريقه اني اوصل للسبيد ايش الطريقه الثانيه اللي كان ممكن اوصل للسبيد لو اني ما بقدرش اوصل للنقطه هاي شو كان ممكن اعمل؟ كيف ممكن اوصل للسبيد احصل على السبيد لو ما عنديش اكسس على النقطه هاي؟ شو كان ممكن اعمل؟ ايش عندي انا؟ مش بكامل ايش بكامل؟ بقدر كان اشتغل بس هاي لها مشاكل عمليه احنا هون وجدنا انه السبيد موجوده اصلا اخذناها هون عملنا لها فيدباك هلا بنطلع الترانسفير فانكشن الجديده تبعت السيستم الجديد باعتبار انه كي هذه كونستنس كي اتش هذه متغيره الان خلينا نشوف كيف بنطلع هذا من هون هلا عندي ترانسفير فانكشن تبعت السيستم الاصلي هيدا اللي هي كي على اي مقسوم على اس سكوير زائد جي على اي اس زائد كي على اي هلا هون انا عمال باخذ او خليني اخذها بهذا الشكل خليني ابسطها من هون راح اسكر اللوب هاي اللي موجوده هون هلا هاي اللوب اذا بضرب هاد في هاد راح يصير عندي بلوك دايجرام كي اللي هي كونستنت على اي اس بلس بي وفي عندي هون فيدباك كي اتش كي اتش عم بعمل له فيدباك هون هلا هون اتش اوف اس مش زيرو مش هيك؟ قديش اتش اوف اس قديش الترانسفير فانكشن الجديد راح تصير؟ راح اخذ هاي الكميه اقسمها على واحد زائد هاي في هاي الكميه فراح تصير عندي كي على اي اس بلس بي على واحد زائد هاي مضروبه في هاي راح تصير عندي كي اتش كي على اي اس بلس بي بضرب البسط المقام في اي اس بلس بي بصير عندي النتيجه النهائيه هي كي اي اس مقسومه اي اس زائد بي زائد كي اتش بس هاي لسه ما خلصنا هاي ايش بضربها بعدين؟ واحد على اس واحد على اس راح اخذ اذا هذيك الفانكشن اللي موجوده هون راح اضربها هلا في واحد على اس راح تصير عندي كي على اي اس سكوير زائد بي اس بي زائد كي اتش كي كلهم مضروبين في اس بعدين ايش عندي هلا هون الواحد الخارجيه فبتصير عندي هاي مقسومه على نفس واحد زائد الكميه هاي اللي موجوده هون اللي راح تصير عندي كي على اي اس سكوير زائد بي زائد كي اتش كي على اس زائد راح يضل عندي كي مضبوط شو اختلف هلا هذا السيستم نشوف وين كان السيستم في عندي كي على اي وين راحت كي على اي
راح اقسم هلا الكل على اي، راح اقسم هذه تصير كي على اي، وبعدين راح يصير عندي هون اس سكوير زائد بي زائد كي اتش كي على اي اس زائد كي على اي. هلا طلعوا على هذا السيستم، هاي هذا السيستم الاصلي اللي كان بدون سبيد فيدباك، وهذا السيستم الجديد مع سبيد فيدباك. كي على اي هي نفس كي على اي، معامل اس سكوير واحد، معامل اس سكوير واحد. الكونستانت هون كي على اي، والكونستانت هون كي على اي. اذا شو اختلف معي بالسيستم الجديد؟ كي صار عندي هون كي اتش موجود في كي وغير. اذا شو اللي غيرته هون؟ هل تغيرت اوميجا ان في هذا السيستم؟ لا، لانه اوميجا ان راح اضلها نفسها، راح تضل اوميجا ان سكوير بتساوي كي على اي. اذا اللي بتغير شوي زيتا، اذا زيتا اللي تغيرت مش هيك، اذا زيتا عم تتغير اوميجا ان ما تتغير. طيب خلينا نرجع هذا هون مره ثانيه. هلا اذا انا بتغيير الكي، هلا كي كونستانت، لاحظوا كي هلا كونستانت، راح اغيره الان مين؟ كي اتش. اذا غيرت كي اتش وين راح يتحرك الكون هذا؟ لتحت. بس كيف؟ كيف راح يتغير لتحت؟ ايش اللي حكينا راح يضل كونستانت؟ اوميجا اوميجا ان راح تضل، اوميجا ان راح تضل كونستانت، وين راح تتحرك النقطة هاي؟ لتحت تنزل ارك. هيك كان عندي فجار، ها؟ متذكرين الفجار؟ استعملتوا فجار بالمدرسة ولا؟ لو انا جبت فرجار، فتحت فرجار زي هيك، ثبتته هون، حطيت القلم هون، وصرت احرك مشان يحطلها اوميجا ان كونستانت، انا بقدرش اتحرك هون، لانه ايش لازم يزيد؟ لازم يزيد معي. اذا السبيد فيدباك راح يعمل سبيد فيدباك، راح يتحرك معي هذا بهذا الشكل. اذا اوميجا ان كونستانت هذا الطول ايش عم بيصير فيه؟ عم بيزيد، عم بيزيد، بس اوميجا ان كونستانت اذا مين بيزيد؟ او بقدر افكر فيها من بيتا. كوساين زيتا بيساوي زيتا، فبيتا عم تصغر، اذا زيتا عم باتا بتزيد. طب لما انا بزيد الاوفر شوت، لما بزيد قدامي قلل الاوفر شوت. اذا هذه طريقه مختلفه تماما، وما حد اللي بقدر اخفف فيها الاوفر شوت اني استخدم سبيد فيدباك. فالبولز الان رح يتحركوا بزياده كي اتش، انا بزياده كي اتش رح يتحركوا البولز بهذا الاتجاه هيك. طب دكتور مش الكيرفر هي المفروض هلا قلت قيمة K، هل قيمة K الإفكتيف K قلت؟ شو ما تحركت؟ قلت؟ قصدك هذه K، هاي K أنا ما غيرتها، K H اللي غيرتها، ما غيرت K، خلص ثبت K على مكان ثابت. أنا ما عندي K، راح تضلها نفس K اللي موجودة هون، لاحظ K على I وK على I، هدول ما تغيروا التيرمز اللي موجودة هون، أنا غيرت K H، لما بغير هلا K H لما تكون زيرو هذا مش موجود. يعني ما فيش عندي سبيد فيدباك، فـ KH 0 رح تضل هذا اللي على راح ترجع نفس اللي هون. باللحظة اللي ببدأ أزيد شوي شوي KH فيها، رح يبدأ هذا التيرم يكبر، لما يكبر هذا التيرم معناها زيتا بتزيد. إذا هذه أحد الطرق القليلة اللي بقدر فيها إني أغير زيتا، إني أزيد الدامبينج وأنزل الأوفرشوت، بستخدم سبيد فيدباك بهذا السيستم. طبعًا أنت إذا بدك كان بإمكاني أحنا نرسمها بهذا الشكل، كان ما آخذ هيك، كان بإمكاني ما آخذهاش من هون، آخذها من هون، بس هون إيش بضيف؟ مضروب بس. انا ليش احنا ما بنحدد انه ناخذ ديفرنشيشن لما عندي نويز؟ اذا عندي نويز بالسيجنال شو بيعمل النويز لما بعمل ديفرنشيشن للنويز؟ بيكبر. دائما الديفرنشيشن بيكبر النويز. فاحنا في الواقع بنحاول اذا بنقدر انه ما نعمل ديفرنشيشن، يعني اعمل انتجريشن او اخذ من مكان بدون ما اعمل ديفرنشيشن. بس هذا السيستم هو مكافئ للسيستم الاول نفسه. يا باخذ من هون مضروبش في اس، يا باخذ من هون مش كنا نحكي لما بعمل بيك اوف بوينت افتر. بقسم بيك اب افتر ديفايد، بس ديفايد على واحد على اس، لما بعمل ديفايد على واحد على اس ايش يعني؟ بضرب في اس، بضربهم في اس، هذا مكافئ للسيستم الاصلي اللي موجود في الوان. بس احنا عاده بفضل انه ما نعمل ديفرنشيشن، لانه اذا في نويز دخل عندي نويز على السيستم راح يكبر النويز بالديفرنشيشن.